الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الموسيقية. راح نتعرف اليوم على أحد فروع مادة التربية الموسيقية، خلكم معي. الموسيقى هي بستان تتعدد فيه الألوان، تتنوع فيها النغمات، تتفاوت فيها الألحان. الموسيقى جزء مني وتعبر هي دوما عني، ضحكاتي أنغام حياتي والقلب إذا دق يغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بداية جميلة ليوم مشرق وسعيد بإذن الله. سوف نستمتع معا ونسمع ألحان جميلة وإيقاعات ممتعة، هل أنتم مستعدون؟ ولكن أرى البعض منكم يشعر ببعض الكسل، وأود أن أقول لهم لا تكسل، هيا نعمل. لا تكسل، هيا نعمل. ما أجمل النغمات الموسيقية! هل تعلمون أن أي لحن جميل تحبونه وتستمعون إليه يتكون من النغمات الموسيقية؟ والآن أحمد وسارة قد جاءوا ليشاركوننا، وسأطرح عليهم بعض الأسئلة لنرحب بهم. أهلا بك يا سارة. أهلا بك يا أحمد. ماذا ترون أمامكم؟ أعرفه إنه مدرج الموسيقي. أحسنت يا سارة. ومما يتكون المدرج الموسيقي؟ يتكون المدرج الموسيقي من 5 خطوط و4 مسافات. معلمتي، أريد أن أسأل سؤالا. تفضل يا أحمد. ولكن أنا أرى خطا صغيرا قد أضفتيه أسفل المدرج، لماذا؟ إنه سؤال جميل يا أحمد. هذا الخط يسمى بالخط الإضافي، وسمي هكذا لأننا يمكن أن نضيفه بالقلم. تعرفين يا سارة، إن النغمات تدون من اليسار إلى اليمين، نفس اللغة الإنجليزية تكتب من اليسار إلى اليمين. أحسنت يا أحمد. لنعدهم سويا. 1 2 3 4 5. ولا ننسى معا الخط الإضافي. الخط الإضافي دو، الخط الأول مي، الخط الثاني صول، الخط الثالث سي. أما المسافات بين الخطوط فهي 4 مسافات، وسنتعرف على أسماء النغمات التي تكتب على المسافات. المسافة الإضافية ري، المسافة الأولى با، المسافة الثانية لا، المسافة الثالثة دو. ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا Re
لكم لحنا جميلا يا أعزائي، ما رأيكم أن نستمع إليه؟ سوف أعزف اللحن مرة ثانية ولكن بطريقة مختلفة. أريد منكم أن تستمعوا جيدا لنعرف ما هو الاختلاف. الطريقة الثانية. معلمتي، لقد عرفت، أنت عزفتيه مرة بقوة ومرة أخرى كان اللحن ضعيفا. أحسنت يا أحمد، والصوت القوي في الموسيقى يسمى فورتي، أما الصوت الضعيف في الموسيقى يسمى بيانو. الفرق بين الصوت القوي والصوت الضعيف. أرجو أن تكونوا قد استفدتوا معنا اليوم، وأراكم قريبا على خير. الموسيقى هي بستان تتعدد فيه الألوان، تتنوع فيها النغمات، تتفاوت فيها الألحان. الموسيقى جزء مني وتعبر هي دوما عني، ضحكاتي أنغام حياتي، والقلب إذا دق يغني. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، واللي تناولنا فيه العديد من المعلومات المفيدة، على أمل أن نلتقي فيكم مرة ثانية في درس جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.